قلبي عم يقول لي القتال اشتد، قلبي عم يقول لي القتال اشتد، وقد النزال الأنفس الحرة، وكوني عليل بخيمتي وانهد جسمي من الأوجاع ما تبرى، عم حاول بكل الجهد والكد أوقف معاهم لو نظر برا، وادعيلن الضربات ما تنرد وستر الخيم عنهم ما يتعرى. بيي بعصبي جبين عالي شد وقال لي بغصة قاسي ومرة، انتي العترة الباقي ولابد تسلم تيبقى من الشرف ذرة عاصل بعكازي تكيت الأد. مور النسا وولاد اتحرى، شو كنت حابب وقتها عن جد، قاتل مع اللي قاتلوا مرة، بس المرض والضعف حال وصد تكون جوا المعركة وابقى اتحسر ورائب أنا وبرا. ومن بعد ما استشهد عيني الكل مشينا أسارة عبلاد الشام، قررت إني جاهد وما ضل ساكت عن الحق المثل أعلام. ومن بعد ما استشهد عيني الكل مشينا أسارة عبلاد الشام، قررت إني جاهد وما ضل ساكت عن الحق المثل أعلام. ولو كان جسمي من المرض معتل بجاهد بكلبي ترفع الإبهام، بقصر الظلم منطق بياني احتل أغلب الروس الواقفي قدام، بيّنت مين السيف ظلم وسل عقال بيت المصطفى الهمام، بيّنت مين السيف ظلم وسل عقال بيت المصطفى الهمام. وحقنا بحكم النبي المنجل وإلنا المودي وبيعت الأقوام، وإنه الفاسق بالمجالس حل وغير شريعة ديننا أعوام. كان لازم جاهد، كان لازم بين وما كل وألق الحجج عن الناس والأيام، ورجعت عأجساد مثل الفل اتفنتم بإيدي والقلب منضام، مشربت مي ونور وجهي هل من بعد وقعت كربلاء حسيت لازم يكون العمر كله صيام. الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام هو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولد في المدينة المنورة في الخامس من شعبان من العام 38 للهجرة، أي قبل عامين من استشهاد جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم شهد مرحلة عمه الإمام الحسن عليه السلام ما يقرب من 11 سنة، لينضوي بعدها تحت إمامة أبيه الإمام الحسين عليه السلام 10 سنين. شهد الإمام السجاد واقعة الطف بجزئياتها وتفاصيلها، وكان شاهداً عليها ومؤرخاً لها، ولكنه بسبب المرض الذي أقعده لم يتمكن من المشاركة في القتال في كربلاء. في ظهر يوم العاشر من المحرم دخل الحسين عليه السلام على ابنه وأوصاه بوصاياه وسلمه بعضاً من مواريث الإمامة كخاتمه، وكانت آخر وصية له: يا بني، أوصيك بما أوصى به جدك رسول الله عليًا حين وفاته، وبما أوصى جدك علي عمك الحسن، وبما أوصاني به عمك. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرًا إلا الله. ثم ودعه ومضى إلى ميدان المعركة حيث استشهد. عاش الإمام علي زين العابدين عليه السلام بعد استشهاد والده الإمام الحسين ما يقارب 34 سنة، وهي مدة إمامته، وتوفي في 25 من محرم الحرام عام 95 للهجرة عن عمر يناهز 58 عاماً، تاركاً إرثاً علمياً وافراً وإرثاً إسلامياً خالداً من المواقف الملهمة على مدى الأجيال.
السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد المولى أبي عبد الله الحسين وصحبه وآل بيته الميامين الكرام. في حلقة اليوم نتحدث عن شخصية الإمام زين العابدين أو علي السجاد سلام الله عليه. أنا وضيفي الشاعر الأستاذ عباس كساب. أستاذ عباس أعظم الله أجوركم. أجوركم إن شاء الله. بشخصية علي السجاد سلام الله عليه، الإمام زين العباد وزين العابدين، جوانب كثيرة يمكن للأديب ويمكن للشاعر ويمكن للمفكر أن يغترف منها أو أن يستقي منها قصائده ونصوصه. وقديش هذه الشخصية كانت موحية بكثير من العصور للشعراء والأدباء، على سبيل المثال الفرزدق والقصيدة المشهورة اللي كنا ناخدها في مدارسنا حتى. اليوم أستاذ عباس في أيام عاشوراء وأيام كربلاء وأيام الحزن وأيام علي الكربلاء علي السجاد سلام الله عليه، كم هي موحية في عصرنا الحالي للشعراء اليوم؟ كم هي موحية شخصية الإمام زين العابدين سلام الله عليه؟ إذا نظرنا بالتاريخ عبر العصور، الإمام السجاد دوره كان محط علم، محط فكر. أما بالنسبة للشعر فهو جانب من هالجوانب اللي متبعة بالعلم والفكر والحكمة، فبيعطي إيحاء للشخص بالحكم والأدب أكثر ما بيعطي بالشعر. نعم. ولكن اللي صار ب بالفرزدق كان حالة خاصة مع الإمام عليه السلام. يعني الفرزدق كنموذج. نعم. كنموذج. نعم. كان حالة خاصة بامتداح الإمام طبعاً، غضباً من اللي صار قدامه. نعم. بالحج. بالحج بالكعبة. نعم. فكرمال هيك كانت قصيدة الفرزدق هي أيقونة مميزة ما في حدا بيقدر يجيبها أو يوصل ليها بعض منه بمدح الإمام زين العابدين، ولكن الإمام زين العابدين هو حالة خاصة جدا 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 للعلم وللحكمة. يعني ما بعرف قديش قادرين نفصل أستاذ عباس إنه هذه الحالة الخاصة، خاصة إذا عم نحكي عن جو الشعر المتعلق بالإمام السجاد سلام الله عليه. يعني وبالتحديد قضية الفرزدق، بما أنه الفرزدق كان شاعرا، ما بعرف قد فينا نفصل بهذه القضية شوي. إجمالا نحن لما نطلع على الشعر بتلاقي الشعر فيه ثورة أكثر. الإمام زين العابدين كان حكمة أكثر من الثورة. نعم. لأن ثورة العلم هي ثورة صامتة، والشعر بده شيء حيوي أكثر، بده اندفاع وحماس. فيمكن عشان هيك ما كان كثير له نصيب من الشعر. ولكن اللي صار مع الفرزدق، ردة فعله على هشام بامتداح الإمام زين العابدين بنظم قصيدته الخاصة اللي صارت هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، يا سائلي أين حل الجود وكرمه. نعم. عندي بيان إذا طلابه قدموا. ما هو ليش قال له هيك؟ قال له لأنه كان في أصحابه عم يسألوه من هذا، ف أصر أنه ما يعرفون، فوقف الفرزدق وهو كان من المقربين يعني. فقال يا سائلي لمين عم بيوجه الحديث؟ لأصحاب هشام اللي عم يسألوه مين هو هذا اللي زاحت العالم كله لا يعرفوا عن مين عم يحكي. ويقول له يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيمي إذا ما جاء يستلمه. فهذا ردا على هاي القصة أنه ليش زاحت العالم. نعم. فكان هذا الرد على هشام، فقام هشام غضب منه، قال له ألا تنشدني مثلها؟ قال له لو كان لك جدا كجده وأبا أو آتني بجد كجده وأبا كأبيه وأم كأمه فأنشدك مثلها. نحن نعرف بس بوقعة أو ما بعد وقعة كربلاء، يعني بالمسير من كربلاء إلى الشام، رحلة السبي إذا صح التعبير، كان الإمام في هذه الرحلة وفي قصر الإمارة
وبمجلس الظالمين، كان يمارس دور، وحتى فيما بعد قصر الإمارة طبيعي. كان يمارس دور التبيين والتوضيح وكشف اللثام وإماطة اللثام عن ما جرى في واقعة الطاف، وعن الخلفيات السياسية وعن الخلفيات العقائدية إذا صح التعبير. اليوم برأيك، وحتى وهذا بين قوسين يعني، الإمام زين العابدين كان يبين، وكانت من المعروف أنه من ألقابه علي الكربلاء، يعني لم يكن يعني على مستوى من الصحة الجسدية المتينة أو الشديدة، ولكن رغم ضعف طاقته الجسدية لم يمل من تبيان الحقائق ومن تأدية دوره كصوت إعلامي يوضح للناس ما جرى في واقعة الطاف، عفوا واقعة الطاف والخلفيات لهذه الواقعة. برأيك اليوم قديش مهم هذه حركة جهاد التبيين، خاصة بين قوسين عندما لا طاقة له، يعني هل هذا عذر عندما لا طاقة له على تبيين الحقائق؟ قديش مهم جهاد التبيين؟ على إذا ما نرجع للنقطة اللي بلش منها، وليش عمل هيك الإمام؟ كنا بكربلاء الإمام الحسين وصل للذروة بالعطاء، بعطاء الدم الثورة. الإمام السجاد هون كان في له دور مختلف، وضروري إنه يكون مختلف. إذا بنجي نحن بننظر بالتاريخ كبحث لازم يكون مختلف، لأنه لو الإمام السجاد عمل ثورة دموية أو ثورة بالسيف كما يقال، كنا رجعنا لنفس النقطة، لنقطة الصفر. فحكمة الإمام كانت بهيدا الزمن إنه ما بده يرجع لورا. قبل ما تنفض الناس وهي بالثورة العاطفية، إنه ينشر العلم اللي هو لأهل البيت أو علم محمد صلى الله عليه وآله. فاتجاهه للعلم وللتبيين ولإعلام الناس بواقعة كربلاء، وين ما وصل أبي والد الحسين مات عطشان كان يقول. نعم. كان يسأل القصاب صحيح. أو اللحام يعني بالوادي، صحيح، إنه سقيت الشاة ماء قبل ما تذبحها، يقول له لا، يقول له أما أبي فقد ذبح عطشانا. نعم. فكان دائما يذكر الناس بمذبحة كربلاء. فهذا الشيء يمكن يعني بدناش نقول استغل، ولكن استثمر وسيلة العاطفة الموجودة بين الناس، وخاصة انه كانوا هني بهذاك الزمن مصابين بالندم على قتل الحسين عليه السلام. نعم، تذكر التواريخ انه في فئة حسوا بالندم، صح. هو استثمر هون لحتى ينشر بيناتهم، يرجع مبادئ وقيم الإسلام للمجتمع اللي كان هو فيه، وانطلق من هونيك وبعده لأمي عليهم السلام. لما زلنا عم نحكي عن شخصية المبين أو شخصية جهاد التبيين عند الإمام السجاد سلام الله عليه، شو رأيك نروح شعرا ونقول تولى دفن أجساد ما بتنعاد على أرض غربي لا أهل لا أولاد، وكان أسلوبه لكل العمر يبين فجيعة والده وما حاد عن خط تبيين الجرى والأمر، هيدا جهاد وشيمة الأسياد رغم البكا اللي رجع عيونه حمر على مصرع الأحباب، لكن زاد همي ولو تكلف مشي على الجمر بيرجع الشبهة على السجاد. قول ورد النبي عن حيدر الكرار، تربى عايد حسين بالإيثار. نعم. هو علي الثاني ببيت العلم، محور الفكر وثورة الأحرار، ولما السيوف تسخرت للظلم حرك الناس بنهضة الأفكار. الله الله. حمل الإمامة بالسخاء والحلم، ودرب على نشر الفقه أنصار، ولما الجهل سوى قلوب الخصم دون بعلم نهج للأبرار. السجاد حالي خاصة بدينه، بزهده، بصلاته، بقصة سنينه،
عرفوا البرايا شو جرى بالطف من قوة المنطق بتبيينه، ما رهبوا حاكم حتى يخف عن فضح أعوانه وشياطينه. ممكن عليل بمطرحه يلتف ويداهن الحكم وأوانينه، لكن على السجاد طاهر كف معلم حلى الإيمان عروحه مثل السجود العلم جبيه. قال له للإمام عليه السلام سلام لما مرضت بكربلة وتعبت نعم ما كنت قادر تحمل سلاح، ما عرفت انك للإمام قربت وصار العلم لتجاهد مراحك. صنت الإمام بوسع وما تعبت، حميت الرسالة، المهد ها ساحك، تجرت مع رب السماء وكسبت، ما يوم كنت تعد أرباحك. حلو. حفظت على خطك لحتى شبت، ما ضعفت لما كثرت جراحك. حلو كثير، حلو كثير المعنى. آخر ثلاث أسطر جميل جدا المعنى. فين نعيدها من أول أستاذ؟ حلو كثير. لما مرضت بكربلة وتعبت ما كنت قادر تحمل سلاحك، ما عرفت انك للامام قرب وصار العلم لتجاهد مراحك. صنت الامام بوسع ما تعبت، حميت الرساله المهدها ساحك، تجرت مع رب السماء وكسبت، ما يمكن تعد ارباحك. حفظت على خطك لحتى شبت، وما ضعفت لما كنت جراحك. افتقدوا اليتامى غيبت وعدوا، لما عباب ما ضرب يده، افتقدوا الغيارة قعدت يكلم عن كل طالب مسألي، وبدوا عن والده عاش الدنيا يعلم كيف الأعادي بالغدر، ردوا هو سليل العدل ومسلم لله أمره، وما حدا قدوا جدوا على الكرار المعلم خيرات إحسانه عباب الناس، وتأثر السجاد بجده. الدمعة السخية اللي كنت تبكيها سجدة طويلة تختلي فيها. نعم. الدمعة السخية اللي كنت تبكيها سجدة طويلة تختلي فيها، يبقى التراب لجبهتك مشتاق، لحظة سجودك يلتقي فيها. الله. وتنطر بلهفة حبرك الأوراق بمكارم الأخلاق تمليها. من بعد ما يلف العتم لزقاء، تنطر قدومك تا تلاقيها، بالليل تفرد كفك الدفاق، الأيتام من زادك الطعميها. قال النبوي أخلص الأرواح الإلها التعاطي، الإلها العالم بالتعاطي ارتاح، ومنهن على السجاد شذر الطهر عبى الفيافي من وقت ملاح، فيض العلوم انساب منه نهر، وبعد الجرى هالعلم كان سلاح، استعمل رسالات الكشف عن قهر، آل الحسين بكل ديري وناح، مصباح علم اللي مضى والدهر، واللي ما وسط الظلم يومتها يترك العتم ويلحق المصباح. نسأل شو السر يلي كان بسجودك؟ نسأل هذا بسيط السؤال. شو السر يلي كان بسجودك؟ ظهرك حمى منه ونحل عودك، طول الحزن عبية المظلوم، والله وملايكة السما شهودك، بالشام عزينك كنت مهموم، وحولك سبايا بحزنها تعودك،
بعزمه وقفت للطاغية المهزوم، ما رف جفنك، ما انكسر عودك. لما رحلت بيه أمك المعلوم محمد الباقر كف كمل. نعيد عيد اخي بيت لو سمحت. بعزمه وقفت للطاغية المهزوم ما رف جفنك، ما انكسر عودك. ولما رحلت بي يومك المعلوم محمد الباقر كمل. حسن زين العباد الحق عنوان القرآن وحده كان سلطانه ومنه تعاليم نشرها، وقال جنود السماء عطول أعوانه برحلة السبي القاسي على الحال مختل بالتعبير ميزانه هيك الإمام بميزته وإقلال وأهل هاك الوقت كيف كانوا ظنوا بسيوف سيطروا على الآل وأعناق فتنة واجه السجاد وهو قطعها بشفرة لسان. بنقول له شفنا الظلم أو شفنا الجهل حايم حوالينا. نعم شفنا الجهل حايم حوالينا من بحر علمك فكر غلينا تنهتدي للنور والإيمان قبل الغضب ما ينزل علينا علمتنا نصبر على الأحزان ونرجع لله لو انغمينا حبل النجاة وحرمة القرآن نتمسك انتهنا وضلينا احسنت كرمال نرضي ربنا الرحمن بيت النبي الأعظم اتولينا. الله 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 استاذ عباس، يعني بختام هذا المطارد الشعري الجميل، هذا الكلام عن الامام زين العابدين الذي لا ينتهي، الارتواء من معين الامام زين العابدين لا يكفيه، على ما أعتقد العمر كله لا يكفي هذا الارتواء في هذا الجو، في جو عاشوراء، في جو كربلاء، أيام الحزن والحداد. كلمة أخيرة بتحب تضيفها على هذه الحلقة وعلى هذا الحضور الجميل؟ يعني أول شيء أولاً بشكرك على الاستضافة الحلوة. الله يخليك. بشكر البرنامج. هذا اللي بشكرك على حضورك حبيبي. وثانياً في عندنا نحن ملاحظة أو نقطة مهمة جداً بمذهب الإمامية، أنه إذا حكينا بلا ذكر الاسم أو الخصوصية اللي بتتعلق بالشخص من الأئمة بنلاقي أنه النهج كله سوا، هو خط واحد، صفات واحدة، سلسلة متصلة 100%، سلسلة متصلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بشكرك ونسأل الله القبول لنا ولكم. بكرة إذا من كبرنا متنا وعن أرضنا اختفيت علامتنا، اللي بيضل منا كيف بالدارين استعمل الحجي بطريقتنا. زين العباد كل موقف زين، رسالة حقوقه من عقيدتنا، ونبرة الفاجر حجمها صوتين، ليش نبرة عم تسكتنا؟ واللي برزقتنا بيفتح عين يقله تفضل هاي رزقتنا. الإنسان ما بينباع نعدي ودين، وآراءنا هي حقيقتنا. الإنسان ما بينباع نعدي ودين، وآراءنا هي حقيقتنا. ونحن مع السجاد على الحالين بلساننا يما بإرادتنا، لنهم اللي بهم نعرف حق كيف وين وقدام أنفسنا قبل الملوك لو عالشنق منقول كلمتنا.